السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. يا حضرتك يا شيخ، طيب والله الحمد. الحمد لله. كان عندي استفسار بس بعد إذن حضرتك. استفسر. أنا موظف حكومة، تمام، وبشتغل شغلانة تانية غير وظيفة الحكومة. طيب. فبالنسبة لشغل الحكومة، احنا يعني متفقين ما بيننا في المكان اللي احنا شغالين فيه، بنقسم نفسنا أيام معينة، في حين ان الشغل احنا عددنا كبير جدا على الشغل، فبنقسم نفسنا ايام معينة عشان الشغل يعني يبقى موجود باستمرار، حد مننا يخلص الشغل وما فيش شغل بيتعطل ولا حاجة، وده بالاتفاق ما بيننا كلنا. فهل يجوز كده ولا ده كده في شبهة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، انا اسف. سؤال الأخ الكريم متكرر، وهو أنه هناك في بعض المصالح الحكومية تكدس كبير في الوظائف، عدد كبير من الموظفين لا عمل له. على سبيل المثال، مشفى في غرفة للصيادلة، مشفى تحتاج صيدلي واحد أو اثنين في 10 صيدليات، مثلا 10 من الصيادلة 5 رجال و5 نساء. الذي يقوم بالعمل واحد فقط أو اثنان، والثمانية قيل وقال واختلاط ولغو. فيسأل أنهم يقسمون العمل، كل يبقوا في البيوت وكل واحد يومين يأتي فيه إلى العمل. أقول هذا لا يتأتى إلا بقيدين سبق التنبيه عليهما مرارا. القيد الأول، ألا تتضرر مصالح المسلمين بتخلفكم عن العمل. القيد الثاني، إذن المدير المباشر. والسلام عليكم. شكرا لك. الله يبارك فيكم.